الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب، ومن عمان أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور بدر الماضي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دكتور بدر حول الجهود العربية وإيصال رسائل واضحة للولايات المتحدة لوقف المجزرة في غزة والضغط على إسرائيل في هذا الخصوص. نعم سيدي، كما تعلم الولايات المتحدة الأمريكية في بداية هذه الحرب الشعواء المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كانت شريك أساسي بل وأكثر، وقد نافست إسرائيل في عاطفتها وبتوجيه سهامها نحو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. بعد بحدود 25 يوم أو 26 يوم تعود الولايات المتحدة الأمريكية أقل من شريك وأكثر يعني وأقل من وسيط إلى حد ما، أيضا محاولة أن تتفهم ماذا يجري حقيقة في الساحة العربية. هناك مواقف عربية ضاغطة من خلال العلاقات العربية الأمريكية، هناك شارع عربي ضاغط، هناك مقاومة تحقق الشيء الكثير على الأرض، وهناك ضغط دولي سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك هناك تغيير ملموس على السلوك الأمريكي. نعم حاول بلينكين اليوم أن لا يعني على الأقل لا يظهر هذا التغيير بالقدر المطلوب هنا في عمان، ولكن بالتأكيد في غرف المفاوضات كان هناك تغيير إلى حد كبير جدا في الموقف الأمريكي. وهناك جهود عربية منذ اليوم الأول لاندلاع هذا الصراع دكتور بدر، يعني لوقف المجزرة الإسرائيلية. أستاذ أنا سأنتقل إليك، ما المطلوب برأيكم اليوم على المستوى العربي؟ ما المطلوب من السلطة الفلسطينية، من الشارع في فلسطين الآن تجاه ما يجري في غزة؟ يعني الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس وفي داخل يعني الخط الأخضر يعني حالة تضامن كبيرة، وأيضا يتعرض لهجمات متواصلة ويعني مكثفة من المستوطنين، وهناك حملة اعتقالات واسعة النطاق يعني على مدار الساعة في كل أرجاء الضفة الغربية والقدس وأيضا داخل الخط الأخضر. السلطة الفلسطينية يعني لديها مخطط يعني وخطوات دبلوماسية تقوم بالتوضيح للعالم طبيعة ما يجري في قطاع غزة، وتحث الدول الأعضاء في الهيئة العامة للأمم المتحدة لاتخاذ مواقف يعني سريعة من الحرب وما يجري في قطاع غزة. هذا هو الجهد الأساسي الذي تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية يعني فيما يتعلق بقطاع غزة. ما يجري وما يعني ما يدور عنه الحديث أمريكيا، أمريكا حتى الآن يقول رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنها يعني تقدم تفويضا لإسرائيل في هذه الحرب وتفرض على يعني وحتى بلينكن خلال الاجتماع مع الوزراء العرب أستاذ أنس يعني أوصل رسالة واضحة بأن وقف العمليات العسكرية يعني السماح لحركة حماس بشن هجمات جديدة. دكتور بدر، من هذا المنطلق، من هذه النقطة، على ماذا التعويل على دولة تدعم إسرائيل، أرسلت أساطيلها تدعم إسرائيل بكل ما يمكن لها، لماذا التعويل الآن على واشنطن؟ إلى أي درجة يجدي نفعا ذلك؟ لأن واشنطن هي بالتالي قوة كبرى وهي مسيطرة في النظام الدولي. واشنطن لديها مصالح قومية كبيرة جدا، الولايات المتحدة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم العربي أو في العالم، فلذلك الانحياز لإسرائيل هو مفروغ منه. لكن بالتالي إلى أي مدى هذا الانحياز سيستمر خاصة في هذه الظروف؟ بالتأكيد على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمع، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تفهم أن هذا الانحياز سينعكس سلبا على مصالح القومية في المنطقة. هذا هو الرهان، وليس الرهان على فقط الكلام الإعلامي الذي تكلمه بلينكين. كما نعلم صحيح ما قاله وزير الأمن القومي أو مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ولكن بالتالي هناك مفاوضات سياسية حقيقية دبلوماسية تجري بين العواصم العربية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا كما ذكرت قبل قليل هناك واقع على الأرض،
على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستوعبه، وعلى واشنطن عليها أن تفهم أن هذا الانحياز السافر لإسرائيل لن ينجيها في المستقبل من استهداف مصالحها القومية في منطقة الشرق الأوسط. طيب أستاذ أنس، بالعودة إليك يعني كمراقب للأحداث على الوضع الميداني، الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من الغرق في وحول قطاع غزة كما قال مسؤولون أمريكيون. إلى أي درجة إسرائيل قادرة على الاستمرار؟ هي تتوعد بالقضاء على آخر عنصر في حماس. أولا، الجيش الإسرائيلي بنيويا غير جاهز ولا وغير مؤهل لما يصفونه بشن حرب برية واسعة النطاق، من صفاتها أنها مؤلمة وقاسية. هذا الجيش يعني ليس لديه قوات كافية مؤهلة للسيطرة وإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. هذا ليس تقييمي، هذا تقييم الكثير من الضباط الإسرائيليين. على مدار سنوات كاملة الجيش الإسرائيلي لم ينفذ مناورات، لم يتدرب، والأخطر من ذلك بالنسبة والأمر الذي يأخذه منظري الحرب في إسرائيل هو أن الدبابات الإسرائيلية وتحديدا النمر والمركبة باتت يعني نعوشا متحركة، يعني وناقلات الجند الإسرائيلية بفضل الأسلحة التي طورها الفلسطينيون في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي كان يراهن على دبابة النمر المحصنة بالفولاذ والمبنية على دبابة المركافا الرقم 4 فخر الصناعات الإسرائيلية. صحيح. كان يراهن عليها بوصفها سلاح كاسر للتوازن، يعني تستخدم في الحروب البرية، وتم تدميرها وسقط أكثر من 7 جنود إسرائيليين في هذه آلية النمر كما تتفضل. تأكيدا لكلامك أستاذ أنا، اسمح لي بسؤال أخير للدكتور بدر. نعم تفضل، وباختصار لو سمحت. وبناء على ذلك فإن الجيش الإسرائيلي سيعوض ذلك باعتماد يعني عقيدة الضاحية ونظرية القصف السجادي، أي قصف وما يجري الآن، قصف لا يستثني أي شيء حتى المرافق الصحية. دكتور بدر وباختصار واعذراني على ضيق الوقت، يعني هل الخسائر الإسرائيلية التي تتكبدها في القطاع من الممكن أن تصل بنا إلى سيناريوهات جديدة على الأرض؟ يبدو أن العقيدة الإسرائيلية قد تغيرت نوعا ما مع هذه الحكومة اليمنية المتطرفة والتي كانت لا تتحمل مزيد من الخسائر. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تأبه بحياة الإسرائيليين، فلذلك لن تكون بنفس الضغوطات التي عرفناها سابقا، بحيث أن الجندي الإسرائيلي صراحة يتم مراعاة حياته من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. هناك خسائر كبيرة جدا للجيش الإسرائيلي، ولكن ما زالت الحكومة الإسرائيلية مصممة ومصرة على عملياتها العسكرية باتجاه الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا من عمان، أستاذ علم الاجتماع والسياسية دكتور بدر الماضي، ومن رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب.